هاي كيف حالكم؟ احنا اليوم بشي فايتر وبدنا نشرح لكم شويه بيسك سوفت ديفنس تكنيك. معنا روان فرار وباتوك جيكات وحنعمل لكم تكنيكس اليوم حيكونوا بيسك، واذا كل مره بتتابعونا بنعمل لكم كمان اكثر تكنيكس. ف وي ار جوينج لايف هلا عشان نشرح لكم سم بيسك تكنيكس. فنبلش باول حركه، بدنا نعمل الفرونت شوكولد. اذا حدا خنقكم من الامام شو تعمل؟ اوكي، فهي بتقول نحكي خنقتها روان بهذه الطريقه. فاول شيء بدها ترفع ايدها للشمال كامل او اليمين وتلف تقصرها. فاذا لاحظتوا دقيقه هون بتقول انه هي اخذت 1 ستيب، يعني ما عملت بهذه الطريقه عشان تقدر انه تو بريك الريست من هون من عند الخنق. بعدين حتستعمل الالبو تضرب كامل على الوجه. كمان مره 1 ترفع ايدها كامل، ومن هون اذا لاحظتوا الايد الثانيه بتستعملها عشان تمسك ايدين روان. فبهذه الطريقه هي فكت الريست من الخنقه وضربت كامل بالقلب. فهاي اول تكنيك اللي هي فرونت شوكولد، خلينا نعملها على الاسرع. 1 اذا لاحظتوا عملتها حركه سريعه. هلا انتوا اذا بدكم تعملوا التكنيك هذا لازم تكونوا متدربين فيه، يعني ما بينفع تعملوه هيك على انه اول مره او ثاني مره، لازم تعملوه كثير سريع عشان تقدروا تفكوا الاتاك. الحركه الثانيه اللي بدنا نعملها اللي هي باك تشوكول، اذا حدا خلقكم من الخلف بهذه الطريقه. اذا حدا خلقكم قبل ما تلفي بتقول نفس الشيء، لازم ترفعوا الايد كامل. لما ترفعوها اصلا بفك الريست من هون من الخنقه، بتلف كامل وبتضرب على الوجه على المخ. كمان مره 1 ترفع الايد كامل. You have to face the attack. فلما تلفي بتضربي على المناطق الويك بوينتس، ممكن نشرحها بفيديو انذر فيديو بشي بوينت. اوكي، الحركة اللي بعديها هاي إذا كان وقتها فرونت شوكولد باك شوكولد شرحناها. هلا إذا ماسك سكينة، هلا طبعا الحركات بدها كثير تدريب، فمش من أول مرة حتتقنوها، بس اتس جود إنه يكون عندكم فكرة عن كيف التدريب تاعها. فنحكي الأتاك الروان أجين بدها تهجم على بتقول، فبدها تهجم على